خليني اسالك استاذ جمال برضو، يعني المباراه دي انت شايف ازاي على السوشيال ميديا، ازاي الصحافه عامه بشكل عام، مش بس مباراه الاهلي والمريخ، ازاي بتتناول الاخبار الاهلي وتغطيه اخبار الاهلي؟ عايزين نعرف الكواليس اكتر. دايما بشوف اخبار النادي الاهلي في الاكثر قراءه بالنسبه لكل الصحف. طبيعي يعني، ما اصل الاجابه انه النادي الاهلي سواء في السوشيال ميديا او في الصحافه او في التلفزيون او في الاعلام بشكل عام، يعني إذا قلنا إن الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي هي برضو داخلة في النيو ميديا أو الميديا الجديدة. النهاردة بقى على طول سهل جدا إن الإنسان بيتعامل من خلال الكيبورد مع بالظبط، يخرج إلى العالم ويتكلم زي ما هو عايز، مش بينتظر. أنا بلاحظ طبعا إنه في اهتمام شديد بأخبار النادي الأهلي، أحيانا بيبقى في محاولات لجر النادي الاهلي الى المشاكل. يعني طبعا دي الفئه اللي هي معروف ان هي بتشتغل على ان هي تحاول تهز مش يعني تركيز النادي الاهلي، بس هم مش عارفين بجد يعني انه صعب ان هم يهزوا تركيز النادي الاهلي، لانه لعيبه النادي الاهلي برضو طالعين من خلال مؤسسه ما بتهتمش كتير، ما بتتاثرش كتير من المحاولات اللي هي الحروب النفسية يعني، أو زي ما بيقولوا الحروب الجيل الرابع، إنه حد يخرجني من تركيزي. فأنا مثلا لاحظتها جدا آخر ملاحظة يعني بعد مباراة بايرن ميونخ. يعني لما تشوفي قد إيه النادي الأهلي لعب هذه المباراة زي ما الناس كانت بتطالبه، يعني الناس كانت بتطالب النادي الأهلي إن هو يبقى حذر جدا أمام بايرن ميونخ. اتقاء لتعرضه لهزيمة مثلا زي برشلونة او غيره ولو ان ده يعني ما بيبقاش وارد على طول، ما فيش فريق يقدر يحقق النتائج دي طول الوقت. يعني ما هو النادي الاهلي مثلا كسب نادي الزمالك 6-1 6 بالظبط، هل المباراة اللي بعدها كسب 6-0 او 7-0؟ مش بالضرورة. فبتبقى ظروف للمباراة. لكن انا لقيت بقى النغمة اتغيرت جدا بعد ما ناس كانوا بيطالبوا فريق النادي الاهلي ومستر موسيماني ان هو يعني يلعب حذر امام بايرن ميونخ. بعد المباراه وبعد ما النتيجه والاداء اللي قدمه النادي الاهلي امام بايرن ميونخ، الناس قعدوا يهاجموا النادي الاهلي، انت ازاي تلعبوا كده؟ طب يعني ما هو انت برضو المدير الفني ده له فكر معين، وهو عارف هو عايز ايه من المباراه، وزي ما بيقولوا اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في الميه. شفت بقى مناوشات السوشيال ميديا، شفت جماهير الفرق الثانيه وهي بتقول طبعاً النادي الاهلي خسر من بايرن ميونخ وكانه خسر يعني من نادي في الدوري المحلي. انا بشوف ان هو كلام يعني هو المقصود بيه التاثير على تركيز النادي الاهلي، انما لو لاحظتي على طول انه ما كانش فيه تاثير لهذه الحرب النفسيه، بدليل انه المباراه التاليه مباشره امام بالميراس البرازيلي اداء النادي الاهلي كان واصل تقريبا للتوب فورم. يعني انا شايف مباراه الاهلي وبالميراس قمه النضوج وقمه تحديد الهدف. طب ما هم لعبوا لغايه اخر لحظه، وكانوا هم او لعيبه النادي الاهلي هم اللي بيهاجموا، هم اللي عاوزين يكسبوا، هم اللي عاوزين ياخدوا الميداليه البرونزيه، لدرجه انا تخيلت ان اداء النادي الاهلي كان مفاجئ للفريق البرازيلي. يعني ده مش مجامله. يعني انا ما بقولش كده بجامل النادي الاهلي، حتى الاداء القوي ابتدى الفرقتين يلتحموا التحامات جامده جدا. في النهايه السوشيال ميديا يعني زمان كده كانوا بيعملوا ايه قبل المباريات المهمه، كان كابتن محمود الجوهري والمدربين الكبار كانوا بيشيلوا فيشه التلفزيون من الغرف بتاع اللعيبه، او يشيلوا التلفزيون كله. بيبقى فيه عشان تعليمات اللعيبه ما يعني تتاثرش. النهارده مش هتقدري تعملي ده طبعا، السويتش اوف ده جوه اللاعب بقى. صح، يعني اللاعب نفسه هو اللي المفروض يبقى عارف مدى خطوره الحرب هو النفسية. اللي يفصل نفسه ويركز طبعاً. ويركز طبعاً. في الاهداف اللي عنده.